رونو المغرب ثاني أكبر قاعدة دولية لصناعة العربات المنخفضة التكلفة، مشروع صناعي ضخم تم تحقيقه بالرغم من تداعيات الأزمة العالمية على قطاع السيارات خلال السنوات القليلة الماضية، وجاء بفضل تمسك المجموعة الفرنسية رونو وبدعم من الشركاء المغاربة والأجواء الملائمة للاستثمار الصناعي بالمغرب. هذا مشروع كبير وستكون له عواقب إيجابية على سواء على التشغيل سواء على الازدهار الاقتصادي ديال المنطقة وديال المغرب كامل، وإن شاء الله الرحمن الرحيم كذلك يقينا هذا واحد الدليل على الثقة الموجودة الآن في المغرب، واللي بلا شك غادي يكون عنده إشعاع اللي يجلب إن شاء الله الرحمن الرحيم استثمارات أخرى من نفس الحجم ربما أو قريب منها. أهمية انطلاق تصنيع سيارة رونو يأتي أيضا من كون هذه الصناعة تعد ثاني أكثر الصناعات تعقيدا في العالم بعد الطائرات، وهو ما سيشكل فرصة لإدماج شريحة عريضة من اليد العاملة المغربية في التقنيات المتطورة لتصنيع السيارات. من الضروري أن نعمل على تنويع إنتاجنا في بلادنا من أجل تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، وهذا المشروع له صبغة هيكلية ومهيكلة بالنسبة للاقتصاد الوطني بحكم أنه سيمكن من جعل المغرب بلاد وقاعدة لتصدير سيارات من بين دول القلائل في العالم. وباعتبار هذا المركب الصناعي هو الأول من نوعه بالمغرب لإنتاج سيارة خاصة ستحمل علامة صنع بالمغرب، فإن التكوين الأول للعاملين يبقى ضروريا ويرتكز على مجموعة من الطرق والإجراءات التي يجب اتباعها أثناء العمل. كان أفكتي وكل أوبيراتور في امبوز ديالو في ليكو دو فورماسيون كيتفورما خلال واحد المدة ديال 8 سيمانات اللي كتخول له يكون عنده واحد لوتونومي استقلالية في البوز ديالو، كتكون عنده واحد جودة في لاكاليتي في لو كو، ما خصوش يكري دي ديفو كاليتي، وعادك في الوقت انه خصو يحترم لو طون سيكل اللي هو جوج دقائق. 30 سيارة بهذا الشكل الجديد ينتجها مصنع طنجة وهو ينطلق في عمله، وسيرتفع العدد في الشهور المقبلة ليصل إلى 30 سيارة في الساعة الواحدة، وهو ما سيمثل 360 ألف سيارة سنويا. نسبة كبيرة من الإنتاج ستوجه للتصدير خاصة إلى أوروبا. مصنع رونو نيسان طنجة سيجعل من